مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ، قل يا أيها الكافرون. أخرجه ابن حبان. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.